واحد بيقول هذه اول مرة منذ 20 عاما تقريبا احضر الاجتماع لاني كنت مهاجرا وانا في اجازة انا واسرتي وامنيتي ان اخذ البركة فارجو ان تباركنا واسرتي ربنا يبارككم ويكون معكم. ممكن لو جيت بكرة الصبح قبل ما اروح لجنة البر ابقى اشوفك. بيقول مشكلتي انني لا اعرف كيف اواظب على قراءة الكتاب المقدس وانا اعمل في بلد اوروبي تقريبا اليوم كله واعود المنزل وانا مصمم على القراءة لكن الوقت لا يسافر. يعني الوقت ما بيسعفكش تبص في التلفزيون، الوقت ما بيسعفكش تتكلم مع عيلتك، الوقت ما بيسعفكش تقرا الجرايد. حكايه الوقت لا يسعفني دي حجه غير مقبوله. اقرا ولو 5 دقايق، يعني لدرجه انك ما عندكش 5 دقايق مش معقول ابدا. اقرا قليلا قليلا وحاول تستفيد، واللي تقراه شوف ايه المعاني الروحيه اللي فيه وطبق على نفسك واخرج بالنتيجه. ولو قدرت انك تحفظ ايه تؤثر فيك تبقى كويس.